السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة لازم ننبهك على حاجة مهمة جدا. عزيزي المشاهد، لا تجعل مشاهدتك للفيديو تؤثر على قيامك بالصلوات المفروضة، فسوف تسأل أمام الله عز وجل عن قيامك بالصلاة ولن تسأل عن مشاهدتك لليوتيوب. وتاني حاجة، فلسطين سوف تظل في القلب دائما ولن ننساك أبدا. وآخرا عزيزي المشاهد، ما تبخلش علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وان تشاركنا برأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. وبتبدأ قصتنا بعملية اغتيال، وبالفعل بيتم اغتيال احد الشخصيات الهامة وهو ليوناردو ايرلاند فاندرشتاين 35 اتحاد اوراسيا وعضو المجلس الموحد. وبنشوف السيد ليوناردو وهو غارق في دمائه ويلفظ انفاسه الاخيرة، ولكن ترتسم ابتسامة على وجهه وبيقول في نفسه: هل ظننتم ان الامر سينتهي هكذا؟ حسنا، لا الومكم، فانتم حفنة من الحمق قصير البصر. هذا الفعل الذي كان يجب أن يعزز سيطرتهم على الحكومة سيؤدي في النهاية إلى انهيارها، ومن رمادها ستنهض دولة جديدة، وهكذا تولد الدول العظيمة. ولكن ما هذا الصوت؟ حسنا، إنه صوت بروتوس وماريا. أنا بالفعل سعيد أنني سأموت بجانب الأشخاص الذين أحبهم. أنا أعتقد أنني لن أستطيع الوفاء بوعدي في النهاية أن أرى العالم يتغير معه. أنا بالفعل آسف يا رفاق، هؤلاء المحتالون بدلا من محاولة حل مشكلة العالم صنعوا وعودا كاذبة وسرقوا من الذين صدقوهم. يطبقون نظامهم في المدارس لتلويس عقول الشباب. كان يظن الناس أن هؤلاء الظالمين الحقراء هم ممثلوهم لحمايتهم وإنقاذهم. ربما كنت أصدق ذلك بنفسي إن لم أرى ذلك، لو لم أرى المخابز المغلقة والمنتزهات القذرة والمتاجر الحدودية. هؤلاء الحقراء صنعوا شبكة معلومات ويبدو وكأن لا شيء يستطيع منعه. لما علينا مساعدة الأشخاص الذين تسببوا في أذيتنا؟ لما علينا أن نعينهم وندفع لهم ونشكرهم في النهاية؟ أليسوا هم من عليهم مساعدتنا؟ ومع مرور السنين عملت بجد ودرست جيدا وتعلمت الكذب لهزيمة هؤلاء الوحوش، أصبحت وحشا مثلهم. ولكن بدلا من استغلال الضعفاء أقسمت على حمايتي من هؤلاء الأوغاد. بروتوس وماريا كانوا أول من يثقون بي، ومع مرور الوقت آخرون انضموا إلينا. أعدادنا ازدادت ونمت كما أثبتت نفسي كقائد له. ولكن في الجانب الآخر أيضا لقد حاولوا دعوتي لكي أنضم إليهم، ومع مرور الوقت أدركوا مدى تهديدي له، لكن كان متأخرا جدا. شبكتهم تم تمزيقها لأشلاء والعامة بدأوا يحتجون، وبالفعل بدأت حركات تمرد عليهم. وكملجأ أخير لهم هؤلاء الطغاة أرسلوا مغتالين للتخلص من معارضيهم، وبالفعل لقد نجح هؤلاء الأوغاد في النهاية. حسنا، أستطيع الشعور بأن روحي تفارق جسدي الآن. شكرا لكم يا رفاق، لقد وثقتم بي حتى هذه اللحظة. رجاء فلتكملوا هذا الطريق لوحدكم. وبالفعل بنشوف السيد ليوناردو وهو بدأ يفارق الحياة وبدأت روحه بالتنقل في أرجاء الكون. وفجأة بيسمع صوت شخص ما وهو بينده عليه وبيبدأ بالاستفاقة من وعي، وبيسأل باستغراب بيقول: ماذا؟ ما هذا الصوت المزعج؟ وبالفعل بيبدأ بالاستيقاظ، وبنجد أن مصدر هذا الصوت هو وحش من نوع ما يقوم بإيقاظه. وفجأة بتسأله: هل أنت بخير؟ وبالفعل بنشوف السيد ليوناردو وهو مصدوم جدا من هذا الموقف وبيبدأ بالصراخ بشكل هستيري. ولكن فجأة بتقوم هذه الفتاة بصفع بقوة وبتصرخ له بتقول له: أصرخ مرة أخرى وسأحطم رأسك، هل فهمت هذا؟ فبيرد على السيد ليوناردو وهو مصدوم بيقول لها: حسنا يا أختي. وبيبدأ بتفقد جسدي وبيقول في نفسه: هذا ليس جسدي، من أنا؟ أين هذا المكان؟ والأهم، لماذا ناديتها بأختي؟ وفجأة بنشوف هذه الفتاة وهي بتقترب عليه ويبدو في عينيها القلق وبتقول: جير، ما الخطب؟ أنت تقلق، هل
هل أطلب المعالج؟ لكن بينشوف السيد ليونارد وهو بدأ باستيعاب الموقف الذي هو فيه، وبيقول في نفسه: حسنا فهمت، اسمها هو جورزا وأنا أخوها جير، نحن من فصيلة الغيلان والعفاريت. العفاريت هم أضعف عرق، حتى أن ملك الغيلان يحكمه. هم أذكياء، لكن هذا لا يغير أي شيء في هذا العالم. تورطت قبيلة جيرم في الحرب بين عفاريت جيرة وكوبلارد كور، وتم استبعادهم من طرف غيلان جيرة كعمال في المناجم، والآن تخاطر القبيلة بحياتها بسبب وجود حفرة في الكهوف السحرية المعروفة بمنزل الوحوش والخومات السحرية والكنوز التي تم إنشائها في عصر القدماء. جيرم وأخته من العفاريت ذوي البشرة الرمادية، وهم أصحاب قوة سحرية عظيمة. على الرغم من قدر الاحترام الذي حصلوا عليه في الماضي، أصحاب البشرة الرمادية حاولوا استعمال قوتهم للسيطرة على باقي العفاريت. بعد فشل محاولتهم تم حظرهم من استخدام السحر وفقدوا مهاراتهم مع مرور الوقت. حاليا هم العرق الأدنى الأسوأ بين الأسوأ. ما هذا؟ هذا الكابوس الذي أنا وقعت به، هذا العالم، هذا الموقف، هذا غير معقول. وفجأة بتنظر إلي أخته باستغراب شديد وبقول له: حسنا أنا أعتقد أنني يجب أن أحضر المعالج لك يا أخي. وفجأة بيبدأ جيرم بالضحك وبيقول لها: حسنا أنا بخير، لا تقلقي، ستكون هذه قلة احترام إذا أزعجناهم في مثل هذا الموقف. فتنزعج منه أخته بتقول له: حسنا، لكن أرجوك لا تصرخ هكذا مرة أخرى، سأصاب بنوبة قلبية. الآن قف، لقد ارتحت بما فيه الكفاية، يجب أن نذهب. فبيستغرب جدا جيرم بيقول لها: نذهب إلى ماذا؟ فبتقول له أخته: لقد جلست لمدة طويلة ونحن ليس لدينا موارد كافية، لقد كنت كالجثة عندما انهار النفق، الشكر لفيي لإعطائنا المزايا بإسعافه. فبيبدأ جيرم بمحاولة معرفة ما هي المزايا، وبيبدأ باسترجاع ذكريات هذا الشخص، وبيقول في نفسه: للسيطرة على ذوي البشرة الرمادية المسؤولون استخدموا نظام مزايا مقابل العمل، حتى لو حصل ذو بشرة رمادية على الكثير من المزايا يمكنه فقط شراء الحاجيات، أسوأ أنواع الحاجيات أيضا. الآن لقد فهمت الوضع، لقد كنت مخطئ، هذا ليس كابوسا، لقد مت بالتأكيد وذهبت للجحيم. وفجأة بتنظر إليه أخته بتقول له: حسنا هيا بنا يا جيرم، ما الذي تفعله؟ وبنشوف جيرم هو واقف ومغمض عينيه وبيقول في نفسه: سأخرج من هذا الكابوس، سأفتح عيني وأجد أنني قد عدت. الآن وبالفعل يقوم بفتح عيني، حتى أن أخته تكون مصدومة جدا من رؤيته وهو يفعل مثل هذه الأشياء. لكن بنشوف جيرم هو منهار وبيقول: هذا كله حقيقي. لكن بنشوف أخته وهي بتقترب منه وتقول له: لماذا تبكي؟ ما الخطب؟ هل حدث لك شيء ما؟ ولكن فجأة بيقوم جيرم بصفع يدها وبيصخ فيها بيقول لها: لا تلمسين. وبنشوف أخته وهي حزينة جدا مما قام أخوها بفعل معه. وبالفعل بيدرك جيرم الخطأ الذي قام بارتكابه في حق أخته وبيبدأ بالاعتذار منه، ولكنها ترفض هذا الاعتذار. وفي أثناء هذا بيظهر صوت ضجيج أحد ما من الجوار، وفجأة بيظهر شخص ما ضخم جدا وبيقول: أيها الأوغاد، هل لازلتم هنا؟ لكن بتنظر إليه أخت جيرم بدهشة وبتقول: لا. وفجأة بنشوف هذا الشخص ويشير إليهم بيقول: هل أفقت أخيرا أيها الرماد اللعين؟ وبنشوف أخت جيرم وهي مصعوقة جدا وبتقول: المعالج روغ. وفجأة بنشوف المعالج روغ وهو بدأ بصرخ عليهم بيقول: أتعتقدون أن عيادتي حان أيها الأوغاد؟ يجب أن أعاقبكم على هذا، كم عدد الامتيازات التي تملكونها؟ وفجأة بنشوف جيرم وهو يوقف أخته عن الحديث وبيقول: سيد المعالج، نحن كنا ننتظر لأننا أردنا شكرك، بدون مهاراتك العظيمة كنت سأموت بالتأكيد، لا أستطيع أن أصف كم أنا محظوظ أنك أنت من عالجتني. وفجأة بنشوف المعالج روغ وهو بدأ بالابتسام وبيقول: حسنا لقد فهمت، يبدو أن الصخور وضعت فيك بعض الفهم. وفجأة بيبدأ جيرم بإخراج عملاته وبيقول: نعم، ونحن انتظرناك لكي نعطيك هذه العملات كشكر لك. وبالفعل بنشوف المعالج روغ وهو يختطف هذه العملات وبيقول: هذا غير كافي، لكني سأخذه الآن، أخرج من هنا فأنا مشغول جدا، ولكن طالما معك امتيازات يمكنك أن تأتي مرة أخرى، عدا ذلك لا تزعجوني. وبالفعل بنشوف جيرم هو وأخته ويبدأون بشكره مرة أخرى. وبعد ذهابه فجأة تنظر إليه أخته بتقول له: ما كان هذا يا جيرم؟ فبينظر إليه باستغراب بيقول لها: ماذا تريدين؟ فبترد له بتقول له: تلك المسرحية عن الشكر والتقدير، لقد كنت تتزلل إليه كما لو أنه ساحر عظيم. فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: إن لم أفعل ما فعلته الآن كنا سنخسر كل شيء، أنت تريدين أن تأكلي هذا الأسبوع صحيح؟ فبترد عليه وتقول له: نعم، ولكن أنت لم تقم بالتقليل من نفسك هكذا من قبل.
فبينزعج جير من هذا الكلام وبيقول لها ربما وضعت الصخور بي بعض الفهم فعلا كما قال. وفجأة بنشوف أحد الفتيات من الغوبلين الرمادي وهي تقوم بالصراخ وتسرع إليه وبتقول حسنا جيد لقد وجدتكم أخيرا. وبينظر إليها جير باستغراب ويقول لها ماذا هناك؟ فبترد له بتقول له لقد أرسلني كول لتحذيركم يا رفاق، إنه جيرو هو ورفاقه يبحثون عن جير. فبتبدأ أخ جير بصرخ عليها وبتقول ماذا؟ لما هو يبحث عن أخي؟ فبينظر إليها جيرمو بيقول لها شقيق جير توخ كان المتسبب في انهيار الكهف لكنه يلومني أنا، أليس كذلك؟ فبنشوفها متعصبة جدا وبتقول له نعم تم وضع توخ في كهف العقاب وهو أخبر جير أنك السبب في الانهيار. فبتنزعج جدا أخ جيرمو بتقول هذا ليس عدلا، كاد جيرم أن يموت جراء ذلك. وفجأة بنشوف هذه الفتاة ويتودعهم بتقول سوف يموت إذا وجده جيرغ أيضا، آسفة على الذهاب، إنه من الخطر التجول معكم يا رفاق. وبنشوف أخت جيرمو هي تستشيط غضبا لكن بينظر إليها جيرمو بيقول إذا ذهبنا إلى المنزل سنكون في أمان، أليس كذلك؟ فبتستغرب جدا وبتقول له حسنا نعم كهفنا بجانب المسؤولين، مستحيل أن يتسببوا في المشاكل هناك. فبيقول لها جيرم إذا علينا الإسراع، مع ذلك هم يبحثون في الطريق الرئيسي، هل هنالك طريق آخر للذهاب للمنزل؟ فبتنظر إليه أخت باستغراب وبتقول له ليس تماما، أنا أعني هنالك الكهوف الممنوعة لكن لا أحد يجرؤ على الذهاب هنالك بمفرده. فبينظر إليها جيرم وترتسم على وجهه ابتسامة شيطانية وبيقول لن أكون وحدي، سوف أكون معك بجانب، إذا كنت في أي مشكلة أسلك الطريق الأكثر إثارة، هذا ما كان سيخبرني به معلم القديم. فبتستغرب جدا أخت من هذا الكلمة وبيقول له معلمك القديم؟ من يكون هذا الشخص؟ فبيشير جيرم إلى الكهوف وبيقول لها لا عليك أرين الطريق فقط. وبالفعل بيبدأ بالتحرك في هذه الكهوف وبينظر جيرم إليها وبيقول إذا لماذا غير مسموح بالقدوم إلى هنا مجددا؟ فبترد لأخته وبتقول له الوحوش تأتي هنا من الأدوار المنخفضة في بعض الأحيان لذا علينا الحذر. وبيبدأ جيرم بتفقد المكان وبيقول في نفسه إنهم يستخدمون الكريستال في المناطق الرئيسية لكن هنا الطحالب تخرج ما يكفي من الضوء لرؤية الطريق، لكنني أعلم الآن لما لا يستخدمونها في المناطق الرئيسية، يا لها من رائحة مقرفة. وفجأة بياخد باله جيرم من مكان ما بداخل الكهف وبيقول لها ماذا يوجد هناك؟ فبتنظر إلي أخته باستغراب وبيقول له هذه حفر الحمض، ابقى بعيدا عنها رجاء. فبيستغرب على جيرم وبيقول لها هل أتيت إلى هنا من قبل؟ فبترد عليه وبتقول له مرة واحدة أتيت مع فريق من العمال لرمي النفايات في الحفر. وبالفعل بدأوا يكملون طريقهم وفجأة بتاخد بالها أخت جيرم من وجود شيء ما في خلفه وبتنظر إليه ببطء وحرفيا بتصعق مما تراه. ويا لها من صدمة، شخص ما معلم وهو جثة في أعلى الكهف، وتبدأ علامات الذعر الشديد ترتسم على وجهها وابتدأ بالصراخ على جير. وفجأة بيسرع إليها جير وبينظر وبيجد وحش عملاق أمامهم يقوم بالتهام أحد الغوبلين الرماديين أمام نظريه. وبنشوف جيرم هو أخته وهم يحاولون كتم أنفاسهم حتى لا يلاحظهم هذا الوحش العملاق. وفجأة بتبدأ أخته بالتراجع شيئا فشيئا ولكن بتضغط على عظمها بالخطأ وبتصدر صوت وبيصعق كلاهما من إصدار هذا الصوت. وفجأة بنشوف هذا الوحش وقد اقترب كثيرا من جير وحرفيا أخت جيرم تكاد أن تنهار من رؤية هذا المشهد. ولكن بنشوف الوحش وبدأ بتفقد المكان ولم يلاحظ وجوده. وبنشوف جيرم وينظر إليه باستغراب بيقول في نفسه يبدو أنه أعمى، هل يحاول تحديد مكاننا عن طريق الصوت أو ربما الرائحة؟ وبنشوف جيرم وهو بدأ بأخذ أخته والانسحاب شيئا فشيئا دون إصدار أي صوت. وبالفعل يذهبون إلى مكان بعيد وآمن عن هذا المفترس العملاق. وبيقول جيرم يجب أن يكون هذا كافي، نحن محظوظون أننا أحياء، هل هنالك طريق للالتفاف من حوله؟ فبتنظر إليه أخته باستغراب وتقول له حسنا أنا لا أعلم ولا أعتقد أنه يوجد هنالك طريق آخر. فبيقول لها جيرم ربما هنالك نفق جانبي، علينا اتباع أثار أقدامنا والعودة. ولكن فجأة بياخد باله جيرم من صوت ما وبيقول انتظري هل سمعت شيء ما؟ وفعلا بنشوف أخت جيرم وهي مسرعة وبتقول شخص ما آت، علينا تحذيرهم من الوحش قبل أن يجذبوه إليه. وبالفعل بيذهبوا إلى مصدر هذا الصوت وبتصدم هذه الفتاة من وجود مجموعة من الغبل الرماديين قادمون إلى هذا الكهف. وبتنظر إلى قائد هذه المجموعة بتقول جير. فبينظر إليها هذا الشخص وبيبتسم وبيقول جورزا أين هو أخاك عديم الفائدة؟ وفجأة
وحده. بيظهر جير من خلفه وبيقول أنا هنا يا جير، وبالفعل بيؤمر جير أتباعه بإمساكه وبيمسكوا به. فبينظر إليه جير وبيقول له إذا قتلتني فسوف تندم، أرسل أحد رجالك إلى تلك الزاوية عند الكهف الكبير، أخبره أن يكون هادئا إذا كان يود البقاء على قيد الحياة. فجأة بنشوف جير هو متعصب جدا وبيصرخ وبيقول ما الذي تقوله أيها الدودة الوقحة. وفجأة بينظر إلى أحد أتباع الصغر وبيقول إذا بتحقق من ذلك وابقى هادئا. وفجأة بينظر إلى جير وبيقول له جير أنا لم أتسبب في انهيار ذلك الكهف. ولكن بنشوف جير وهو يقوم بلكم بقوة شديدة وبيقول له أغلق فمك، أنت حي فقط حتى يعود أيتها الدودة. وفجأة بيعود هذا الشخص وهو مذهول وبيقول جير علينا الخروج من هنا الآن، هنالك حريش عملاق. وبنشوف جير هو أتبعهم مصدومين جدا من سماع هذه الأخبار، وبيقول جير علينا إبلاغ هذا إلى المراقبين. وفجأة بنشوف جير هو يبدأ بالضحك وبينظر إليه وبيقول له هذه طريقة رائعة لخسارة المزايا. فبيتعصب منه جير جدا وبيقول له ما الذي تعنيه. فبيقول له جير أنا أعني لما أدع شخص آخر يحصل على الفضل والأهم من ذلك العملات من قتلها كروك، كم أعطى المراقبون لآخر فريق قتل شيئا مثل هذا. فبينظر إليه كروك وبيقول خادمي النعيم تم إعطاؤهم حوالي 200 من المزايا لأعمالهم الصالحة. فبيبدأ جير بالضحك وبيشير إليه وبيقول هل فهمت هذا الشيء كومة من المزايا المتحركة، هل تريد التخلي عن كل هذا؟ فبينظر إليه جير بدهشة شديدة وبيقول له فلتخرس هذه الدودة الصغيرة، يتحدث كما لو أنه لديه خطة، إلا إذا كان لديك شيء أفضل لقوله دعنا نستمع إليه. فبيقول له جير إذا ألقيت نظرة قريبة على الحريش العملاق سوف تكتشف أنه أعمى ويصطاد عن طريق الصوت وليس البصر، من المستحيل علينا أن نجرحه بما لدينا هنا، درعه سميك جدا في النهاية، لذا ما سنفعله هو استدراجه إلى حفرة الحمض وإسقاطه فيه. فبتقاطع أخته بتقول لكن الحريش العملاق أسرع منا كلنا، لذا إذا حاولنا الركض سوف يمسك بنا جميعا. فبيرد عليه ويقول لها نحن لن نحاول أن نستدرجه عن طريق الركض، سوف نوزع أنفسنا على طول الممر ونتبادل الأدوار في رمي العظام لجذب انتباهه، طالما أن صوت العظام هو أعلى شيء يسمعه سوف يتبع الصوت حتى يصل إلى حفرة الحمض. فبينظر إليه كروك باستغراب وبيقول خطة جيدة، لكن أحد ما يجب أن يدخله إلى حفر الحمض أنه لن يدخل بنفسه. فبنشوف جيرغ وهو بيقول هذه سوف تكون وظيفة جير، هذه خطته في النهاية، لذا هو سوف يكون الأخير، أليس هذا صحيحا أيتها الدودة؟ وهنا بتقاطع أخته الصغيرة وبتقول إنه ما يزال مصابا، من المستحيل أن يستطيع مجاراة الحري، دعني أفعلها أنا. فبيقضح جيرغ وبيقول لا لا بأس سوف أكون الأخير، سوف تساعدني على إغلاق الباب عندما أرجع أليس كذلك يا جير؟ فبيضحك جيرغ وبيقول أجل بالتأكيد فلتثق بي. فبينظر إليهم جيرغ وبيقول حسنا إذن فلنفعل ذلك جميعا. وبالفعل بدأوا بالتحرك، وفجأة بتنظر إلي أخته الصغيرة وبتقول جير ما الذي تفعله؟ إنه سوف يقتله. فبينظر إليه جير وبيقول إنه سوف يحاول لكن عندي خطة، فقط كوني على استعداد للهرب إذا بدأت الأمور تسوء. فبتستغرب جدا أخته بتنظر إليه وتقول له كيف سوف أعرف إذا بدأت تسوء الأمور؟ فبينظر إليها جير بحزم وبيقول لها سوف أكون من يصل. وبينتقل بين المشهد وبنشوف جير وهو يقوم بتوزيع الأدوار عليهم وبيشير إلى أحدهم بيقول عندما يقترب منك الوحش ألقي تلك العظمة أمامه حتى يتبعها باستخدام الصوت، ساف أنت ستكون المسؤول عن إغرائه لدخول النفق، ولكن بعد رمي العظام أركض نحو الطحلب المشع، لا تقلق حول رؤيته لك فهو أعمى، بمجرد أن يمر بجانبك ابقى مكانك لا تتحرك إلا عند إشارة. فبينظر إليه ساف وهو قلق جدا ومتوتر بيقول لا تقلق عندما أصل هنالك فلن أتحرك أبدا. فبيقول جير قف بجوار أي طحلب مشع لكي تستطيع الرؤية لكن لا تصدر أي صوت وحركة، جريخ قف بجوار كريستالات المضيئة عند المنعطف سنجذبه تجاه حفر الحمض وسأقوده للداخل، جيرغ سيساعدني في حبسه بالداخل، هل هذا واضح؟ فبنشوف جيرغ وهو بيبدأ بالضحك وبيقول ليست خطة سيئة على الرغم من كونك أحمق. فبيبدأ جيرغ بالضحك وبيقول يجب عليك أن تكون موجودا حتى تساعدني عندما أحتاجك يا جير، لا تنسى هذا. وبالفعل بنشوف سيف وهو بدأ خطته وبدأ باستدراج الحريش إليه بشكل مباشر، وبدأ هذا الوحش العملاق بالركض خلفه، وبدأ سيف بالصراخ، وفجأة بيقترب من أحد كومات العظام وبيقول في نفسه يا إلهي ساعدني أتبع
يتمنى أن يكون أعمى كما قال جيرم بالفعل، وبيأخذ أحد جماجم هذه العظام وبيلقي بها في الاتجاه الذي أخبره به جير. وبالفعل بدأ الحريش بتتبع أثر هذا الصوت. لقد نجحت خطة جير بالفعل. وبنشوف جروغ وهو مصدوم جدا وبيقول ها قد أتى إلي، يبدو أنه قد تجاوز جورزا وستجاوزه. حسنا، من الأفضل أن أخبر جير بذلك. وبالفعل بنشوفه يشير إلى جير، وبنشوف جير هو سعيد جدا وبيبادله الإشارة وبيقول جروغ نفسه أجل لوح لي، فهذه ستكون نهاية بعد أن قتلت أخي الصغير في الكهف. إن أختك سيئة الحظ حقا، لكننا سنعتني بها جيدا من بعدك أيها الغلام. ولكن فجأة بيصدر صوت خبط عظام بجوار جير وبيصدم جوغ من هذا الصوت. وبنشوف الحريش العظيم وهو بيسرع في اتجاه جوغ. وبنشوف جوغ وبدأ بالابتسام وبيمسك بأحد العظام وبيلقي بها في الاتجاه المخطط له، وبيبدأ بضحكة شيطانية وبيقول ها أنت يا جي. وبالفعل بنشوف الحريش وبدأ بتتبع هذا الصوت ويمر من جوار جيو. وبنشوفه بيقول في نفسه عندما يدخلان حفرة الحمض سأغلق على كليهما، سيقتله الحريش والحمض سيقتل الحريش في النهاية، أنا من سوف يفوز. ولا فجأة بنشوف الحريش ويتوقف عن تتبع هذا الصوت وبيقف أمام جيو. وبنشوف جيو وبدأ بالارتجاف من رؤية هذا المنظر المروع، وبدأ الحريش بمطاردة جيو. وبنشوف في جير وهو يهرب مسرعا في اتجاه جير وبيصرخ عليه جير وبيشير الى البوابة الخاصة بحفرة الحمض وبيقول له اهرب بسرعة يا جير سأقوده للحفرة. وبالفعل بنشوف جير وهو بدأ بالهروب باتجاه حفرة الحمض وبيقول ماذا، لما لا يتتبع الصوت؟ وبيصرخ عليه جير وبيقول له بسرعة فلتدخل الى هناك بسرعة. وفي اقل من لحظة بيدخل جير هو والحريش الى غرفة الحمض، ولكن يغلق عليهما جير الغرفة وبيقول أحمق فلتجعل خططك أكثر خبسا في الحياة القادمة. وفي أقل من لحظات بيجتمع باقي أعضاء الفريق وبيسألوا على جيرغ وماذا قد حدث له. فبينظر إليه جيرم باستياء وبيقول أنا آسف، لقد أصدر صوتا خفيفا لذا قام الحريش بمطاردته، لقد أدخلناه لحفرة الحمض معا لكن الحريش أمسك به لذا قرر التضحية بنفسه من أجلنا. انظروا أنا حتى لا أريد جائزة، أخبر المسؤولين أنه هو من قتله، هذا أقل ما يمكنني فعله لمثل هذا البطل، فليكرم الله موته. وفعلا بنشوف أعضاء فريقه وهم متأثرين من خطاب جير، وبيقول أحدهم لقد كان الزعيم صديقا جيدا، أنا حزين بالفعل على فقدان هذا الشخص، ولكنك أنت شخص جيد يا سيد جير، نحن لن ننسى ما فعلته. فبينظر إليهم جير وبيقول أنا فقط سوف أخذ أختي وأرحل. وبالفعل بيبدأ جير بالرحيل وترك المكان خلفه. وبعد مرور بضعة من الوقت بنشوف أخت جيرم وهي تقوم بسؤاله وبتقول جيرم ما الذي حدث فعلا لجير؟ هل ضحى بنفسه فعلا من أجلنا؟ فبينظر إليها جيرم وبيقول حسنا لقد ساعدته قليلا، أعتقد أن الحريش يستطيع الرؤية مثل الخفافيش، من يدري؟ فبتنظر إليه أخته باستغراب وبتقول حسنا لقد توقعت حدوث شيء مثل هذا يا جير. في النهاية لقد نال ما يستحق. وبينتقل بين المشهد وبنشوف أخت جيرم وهي تقدم إليه الطعام وبتنظر إليه باستغراب وبتقول له ما الخطب هيا كلها. وبنشوف أنها تقوم بتقديم وجبة غريبة جدا إليه، وبينظر إليها جيرم بشمئزز شديد. وبنشوف جورزا وهي سعيدة وبتقوم بتقديمها إليه وبتقول له هيا جيرم إنها المفضلة لديك أليس كذلك، حتى أنني حافظت على الرأس من أجل. وبنشوف جيرم وهو يقوم بدفع هذا الطبق وبيقول أنت تعلمين يا جورزا أنا لا أعتقد أنني يمكنني أكل هذا. وفجأة بنشوف جورزا وهي تقوم بإمساك بسكين خاص وتغرسه في هذا الوحش الذي في الطبق، وبتنظر إلى جيرم نظرة حدة وبتقول له حسنا فلتأكلها الآن. وبالفعل بنشوف جيرم وهو يمسكها بكل الشمئزاز وبيقول لها حسنا. وبالفعل بنشوف جيرم وهو بدأ بمضغ هذا الجزء، ولكن فجأة بيصعق حرفيا ويبدأ بتقيؤ ما أكله من الطعام. وفي أقل من لحظة بنشوف جورزا وهي تشير بسكينها
باتجاه جيرمو بتقول: عرفت هذا بعد ما حدث في حفرة الحمض، علمت هذا جيدا. أنت لست جيرم على الإطلاق، أليس كذلك؟ أنت شيطان. وبنشوف جيرمو ينظر إليه باستياء وبيقول: جورزا ضع السكينة جانبا، أنا لست بشيطان. حسنا، يمكنني إثبات هذا لك. فتصرخ في جورزا وبتقول له: كيف يمكنك هذا؟ فبيبدأ جير بالتفكير وبيقول: حسنا، مسحوق ميرون. فبتستغرب جدا جورزا وبتقول له: ماذا؟ فبيقول لها جير: مسحوق ميرون، سوف أمزج مسحوق ميرون الذي استلمناه في الحفل المقدس العام الماضي مع الماء وأشربه، إنه يطرد الشيطان، أليس كذلك؟ إذا بدأت أحترق سوف تسترجعين أخاك محترقا قليلا، إذا لم يحدث أي شيء سيكون عليك التصديق أنني أخاك، موافقة؟ فبتستغرب جدا جورزا وبتقول له: حسنا، لا أعلم حقا. فبيحضر جيرم المسحوق وبيقول: جيد، دعيني فقط أحضره. وبالفعل بيبدأ جيرم بتحضير هذا المسحوق وبيقول: بعدما أشرب هذا سيكون عليك التصديق أنني لست شيطان. حسنا. فبتنظر إليه جورزا بنظرات حادة وبتقول له: قلل كلامك واشرب الآن. وبالفعل بنشوف جيرم هو بدأ بشرب هذا المسحوق وبيقول في نفسه: آمل أن يكون أمر طرد هذا المسحوق لأرواح والشياطين مجرد خرافة، إذا لم يكن ربما سوف ينتهي بالأمر عائدة للمكان الذي أنتمي إليه. وبالفعل بيقوم جير بشرب هذا المسحوق، وفجأة بيصعق جير بعد شراب هذا المسحوق ويبدأ بالتقيؤ الشديد. وبتبدأ جورزا بصرخ عليه وتقول: جير، ماذا حدث؟ هل هذا شيطان؟ لكن بنشوف جير هو يتقيأ ومزعج جدا وبيقول: طعمه سيء للغاية. وبنشوف جورزا وهي تقوم بضربه وبتقول: جيرم أيها الأحمق. فبيبدأ جيرم بالابتسام وبيقول: لقد ناديتني جيرم، هذا يعني أنك تصدقين الآن. فبتنظر إليه وبتقول له: حسنا، أنت حقا جيرم في النهاية. فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: لا، أنا تاناش حالم العوالم. فبتبدأ جورزا بالضحك الشديد وبيقول له: تاناش من بين جميع الملوك اخترت أكسلها؟ فبيبدأ جيرم بالضحك وبيقول لها: ماذا يمكنني أن أقول؟ أحب كوني كسولا. فبتنظر إليه جورزا وبتقول له: حسنا، الآن أصدق أنك أخي، لكن جيرم لماذا تتصرف بغرابة منذ أن استعدت وعيك؟ الأمر يبدو أنك شخص آخر، ومن فضلك أخبرني بالحقيقة هذه المرة. فبيبدأ جيرم بالتفكير في نفسه وبيقول: والد جيرم تحدث عن أمر مشابه لهذا من قبل، ربما إخبار جورزا هو أفضل طريقة لمعرفة المزيد عما حدث. وبالفعل بنشوف جيرم وهو يجلس أمامها وبيقول: لدي ذكريات من حياة أخرى، بصراحة لا أعلم كيف حدث كل هذا، شعرت أني في الفراغ، وحينها تم جر جسدي بعيدا كما لو أن نهرا يفعل ذلك، ثم وجدت نفسي أتجه إلى كرة من الضوء، بعدما اصطدمت بها استيقظت ورأسي تؤلمني ولدي مجموع من الذكريات الإضافية. هذا كل ما أعرفه يا جورزا، أقسم لك، هل تعلمين ماذا يعني هذا؟ فبتستغرب جدا جورزا من هذا الكلام وبتقول له: حسنا، لا أعلم شيء، ولكن منذ قديم الزمان الملوك وأبطالهم تناسخوا في أجساد الفانيين، سيطروا على قوة تفوق الخيال من القوة الخارقة والجاذبية، وصولا إلى القدرة على تغيير الواقع نفسه. فبيستغرب جدا جيرم من كلامها وبيشير إليه وبيقول: وأنت تعتقدين أنني أنا المختار؟ فبيقول له جورزا: أجل، أنا أعني أنه مر وقت طويل منذ تم اختيار أحدهم، هل لديك أي قوة خاصة؟ فبينظر إليها جيرم باستغراب وبيقول: مثلا هل أنا قادر على الحركة أسرع من السهم، أو أقوى من مجموعة من الأحصنة، قادر على عبور الصدوع في قفزة واحدة، هل هذا النوع من الأشياء الذي تقصدينه؟ فبتنظر إليه جورزا وهي سعيدة جدا وبتقول: هل أنت منهم بالفعل؟ فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: لا. فبتنظر إليه جورزا باستغراب وبتقول له: حسنا، ربما تكون محظوظا وتكون تلك أرواح ضائعة. الأرواح الضائعة هم مجموعة من الأشخاص ولدوا بذكريات أخرى لكن بدون قوة، القليل منهم تمكنوا من أن يصبحوا مشهورين، فقط من تمكنوا من الحصول على ذكريات القادة العظماء أو الحرفيين الأسطوريين. فبيستغرب جيرم من هذا الكلام وبيقول: حسنا، يعني يبدو أنني روح ضائعة إذن، آسف على إحباطك يا أختي. لكن بنشوف جورزا وهي محبطة جدا وبتقول: حسنا، لا، شكرا للإله، نحن لا نحتاج مختار آخر، ولكن من فضلك لا تخبر أي أحد عن هذا الأمر، إذا علم المراقبون حول أمرك هل يمكنك تخيل ما سيفعلونه بك؟ فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: أعتقد أنهم سوف يعذبونني ويقتلونني أو يجرون علي التجارب. وبنشوف جورزا هي بتبدأ بصرخ عليه وبتقول له: حسنا، توقف، لا أريد سماع المزيد، جيرم إذا حصلت على أي قدرات خاصة من فضلك لا تريها لأحد أبدا. فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: لا تقلقي، لن أفعل، أحب امتلاكي لكل أصابعي وأظافري سليم. فبتقول له جورزا: إذا رأك أحد تستخدمهم لا أعلم ماذا سوف نفعل.
نفعله حينه أو ما قد نفعله به. وبالفعل بنشوف جير ما هو بدأ بتخيل الموقف وبيقول: أجل، ليس لدي أدنى فكرة، ولهذا لم أرد أن أخبرك، لم أكن أريد زيادة قلق. فبتنظر إليه جورج وبتقول: حسنا، لقد فهمت الأمر الآن. إذن ذكريات من تمتلك؟ في النهاية أنت تتصرف مثل النبلاء بدون ذكر وقفتك المتعالية هذه. وبنشوف جيرم هو بدأ بتذكر ماضيه وبيقول: لا، لم أكن من النبلاء قط. هذه الذكريات من حياة مختلفة في مجتمع مختلف، كان من الثوار، شخص حاول جعل المجتمع مكانا أفضل. فبتنظر إليه جورج باستغراب بتقول له: ماذا حدث له؟ فبيقول لها جير: حسنا، لقد قام بأخطاء اغتاله النبلاء الذين كانوا معارضين لما كان يحاول فعله. فبتصدم جورج من هذا الكلام وبتقول له: حسنا، لقد فهمت، مهلا، أنت لن تحاول فعل شيء ضد البلوز، أليس كذلك؟ فبيبدأ جيرم بالضحك وبيقول لها: هل تظنين أنني أحمق أم ماذا؟ حسنا، أنت محقة، هذا عادل بما فيه الكفاية، لكن لا، أنا لست محارب يستخدم الأسلحة والدروع، وأيضا أنا لا أتحكم في الجيوش والسحرة، لذا لا، أنا لا أعتقد أنني سأنقلب على أحدهم في أي وقت قريب. فبتستغرب جدا جورزا بتقول له: سحرة؟ ماذا يكون هؤلاء؟ فبيرد عليها وبيقول لها: مستخدم السحر مثل الشامان، لكن أكثر نظامية، القليل من الأرواح، الكثير من الطاقة السحرية. فبتستغرب جدا جورزا من كلماته وبتقول له: أنت تتحدث وكأنك تعلم عن السحر الكثير، ولكن مهلا، أنت لا تستخدم السحر، أليس كذلك؟ فبيقترب منها جيرم وبيقول: هل يمكنك الشعور بأي سحر مني؟ فبتقول له جورزا: لا، لا أعتقد هذا. فبيرد عليها جيرم وبيقول لها: إذا من فضلك، هل يمكنك التوقف عن القفز الاستنتاجات جامحة؟ إذا أمكنني استعمال السحر، لن تتمكني من الشعور بذلك؟ لهذا السبب يحتفظون بنا، صحيح؟ البوجز يمكنهم الشعور بالسحر في جميع جنسنا، نحن مفيدون وقابلون للاستبدال. فبتستغرب جورزا وبتقول له: أجل، هذا صحيح، يا جيرما، عدني بشيء ما، من فضلك لا تتغير أبدا. فبنشوف جيرما هو بيحتضن وبيقول لها: أعدك أنه مهما يحدث أنني سوف أكون دائما أخاك وسوف أعتني بك جيدا. وفي هذه الأثناء بدأت الشمس تشرق وبنشوف جيرما وهو بدأ بالستيف فوق في جسده البشري وبيبدأ بالنظر إلى نفسه وبيقول: حسنا، أين أنا؟ وبنشوف أحد منه ينظر إليه وبيقول له: أخي، لا تتحرك كثيرا، أصبت برصاصة في صدرك وما زلت في حالة خطر. وبينظر إليه وبيقول له: بروتوس. فبينظر إليه بروتوس وبيقول له: أجل، لا يوجد غيري هنا. فبيبدأ جيرما بالتألم بيقول: هل كان كل هذا مجرد حلم؟ فبتنظر إليه ماريا وبتقول له: ما الذي حلمت به؟ فبيبدأ بالضحك وبيقول لها: أنتما لن تصدقا هذا، بعض الهراء حول تنقل الأرواح بعد الموت وأنني قد أصبحت عبدا في عالم آخر، أنا لم أكن حتى بشريا، تخيل هذا. فبنشوف ماريا وهي بتستغرب جدا وبتقول: هذا يبدو جنونيا حقا. فبيقول جيرم: نعم، أنا أعلم، كلاكما ساعداني، أحتاج للقيام من على السرير والتوجه مباشرة إلى المجلس. وفجأة بتبدأ يدي جير بالتحول مرة أخرى وبيقول: يا للإحباط، هذا هو الحلم، أليس كذلك؟ فبينظر إليه باتريس وبيقول: أنا آسف يا رجل، لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن. فبنشوف جيرم هو مستاء وبيقول: أنا أفتقدكما يا رفاق. فبتقترب منه ماريا وبتقول: افتقدناك أيضا، أنت سوف تحول حياتك الجديدة للأفضل، أليس كذلك؟ فبينظر إليه مبتسم وبيقول لها: بالطبع، يمكنكما التأكد من هذا. فبينظروا إليه وبيقولوا له: غير العالم للأفضل كعادة. فبيبدأ بالابتسام وبيقول: هل هذا سؤال؟ أنتما من بين كل الناس، يجب عليكما معرفة أنني سأهز العالم حتى صميمه وسوف أقلبه رأسا على عقب. وبالفعل بدأوا في الاختفاء من أمام. وبيقول له باتريوس: سوف نأتي لرؤيتك مجددا يا صديقي، ولكن الآن سوف يرافق صديقك الجديد جير. فبينظر إليه وبيقول: هل يمكن أن يكون شخص أقل إزعاجا؟ وبالفعل بنشوف جير ما يقترب إليه وبيقول له: بحقك، أنا لدي مشاعر أيضا وأنت تعلم هذا جيدا. فبينظر إليه وبيقول: إذن أنت ما زلت هنا بعد كل شيء، أليس كذلك؟ فبينظر إليه جيرم باستياء وبيقول: أجل صحيح، هذا جسدي بعد كل شيء. فبينظر إليه وبيقول له: أنا آسف يا جيرم، لكن الاتحاد يكون لديه قائد واحد فقط، سيتوجب عليك النوم لفترة. فبيستغرب جيرم وبيقول: لكن هذا جسدي أنا. فبيبدأ بالضحك وبيقول له: وأنا سوف أعتني به جيدا، لكن كلانا يعلم أنه لا يمكنك تغيير حياتك، وأنا أستطيع فعل ذلك. فبيستاء جيرم وبيقول له: حسنا، أعتقد أنك على صواب في النهاية. فبيتقرب منه ليوناردو وبيقول له: ابتهج يا جيرم، سوف يتم تزويرك
يذكرك لفترة طويلة في المستقبل. فبينظر إليه جيرمو بيقول له: هل يمكنك فعل شيء واحد لأجلي؟ هل يمكنك أن تكون صادق مع أختي من فضلك؟ لا أريد أن أراها تتألم. فبينظر إلى ليوناردو بيقول: لم يكن لدي أخت من قبل، لكن سوف أعتني بأختي كأنها أختي. أعدك بهذا، سوف أجعل عالمك مكان أفضل بكثير من أجلك وأجلها. فبيبدأ جيرم بالابتسام وبيقول له: إذن سوف أثق بك يا لي. شكرا لك. فبينظر إليه ويبتسم بيقول له: لا يا جيرم، بل الشكر لك أنت. ويبدأ جيرم بالاستيقاظ في يومه الأول في هذا العالم وأمام إشراقة أول شمس له. وبينتقل بين المشهد وبنشوف جيرم هو أخته وهم يتنقلون بين الغوبلين في الكهوف. وفجأة بتقول له جورزا: لا أصدق أنك استيقظت قبل هذا الصباح، كما أنك نظفت وأعددت الفطور أيضا. هل كنت خادم في حياتك السابقة؟ حسنا، كنت أمزح معك فقط، سوف أكف عن مضايقتك حول هذه الأشياء الآن. وفجأة نسمع صوت شخص ما من الخلف وهو بيقول: مرحبا يا جير. وبينظروا إليه ويصدمون عند رؤيته، وبنكتشف أن مصدر هذا الصوت هو أحد الغيلان. وبيلقى عليهم التحية وبيقول: يا لها من مفاجأة، ظننت أنكما متما. بنشوف جوزة وهي سعيدة جدا وبتقول: العم كول ليس بعد وليس في أي وقت قريب، إذ أمكنني المساعدة. وبنشوف جورزا وهي بتقترب من كول وتبدأ بشرح ما حدث معهما. وبينظر إليهما جيرمو وبيقول في نفسه: كول إنه من المراقبين، صديق لوالد جيرمو وجورزا، وهو يعتني بهما منذ وفاة والديهما منذ سنتين في هجوم الهافيلينغ. من الغريب رؤية مراقب قريب جدا من العبيد، لكن هنالك أشخاص جيدون في كل مكان. وفجأة بينظر إليه كول باستغراب وبيقول: جيرم، هل هذا صحيح إنك ساعدت في هزيمة حريش؟ فبيرد عليه جيرمو وبيقول له: أنا فقط رقدت أسرع منهم. وبيبدأ كول بالضحك وبيقول: هذا هو جيرم الذي أعرفه، لا أحد يركض مثلك يا فتى. من الجيد سمع أنه لم يكن شيء جديا. لن أحب أن أدفع العديد من المزايا لرؤيتكم تتزقعون بالجوار، هناك الكثير للقيام به اليوم. جورزا، مزارع الفطر تحتاج لمساعدتك، وبالنسبة لك يا جيرم لدي بعض الأعمال الأخرى. وبينتقل بين المشهد إلى مجموعة من الغوبلين الرماديين وهم يبدأون عملهم. وفجأة أحدهم بيقول: إذن هو يقول أنه ليس لديه أي مزايا لكي يدفعها، ولكن لديه طرق أخرى للدفع. وفجأة أثناء حديثه بيمسك به أحد الغوبلين ويوجه إليه ضربة قوية جدا. وبينظر إليه بغضب شديد وبيقول له: لقد قلت لك من قبل لا تتحدث هكذا، أنت تعمل معنا، أنت لا تشتريهم أو تبيعهم. وفجأة بيتدخل أحدنا وبيقول له: راك دعه يذهب، إذا أصيب سوف يبدأ المراقبون بطرح الأسئلة. وبالفعل بنشوف راك وهو يتركه وبيقول له: في المرة القادمة سوف أطعمك للهيفيلين، تذكر هذا جيدا أيها الوقح. وبنشوف الشخص الثاني وهو يتقرب إليه وبيقول له: آسف حول ذلك، الزعيم جاد جدا حول الفتيات العاملات، والده مات في شبابه وعملت أمه كثيرا من أجل إطعام الأسرة. فبينظر إليه هذا الشخص ويتألم وبيقول: هل مات؟ فبيقول له: أجل، مرضت بالبقع السوداء، إنه مرض يمكن علاجه لكنه يتطلب العديد من المزايا. حاول الزعيم الاستدانة من أجل علاجها، لكن كل عملائها رفضوا ذلك، لقد عملوها بأبشع الطرق الممكنة، لذلك الزعيم يكره حقا هذا الأمر، تذكر هذا جيدا في المرة القادمة. وبنشوف هذا الشخص ويتركه ويذهب إلى روك وبيقول: يا زعيم، يجب عليك إيقاف هذا، إذا لم تتمالك نفسك سوف نخسر العديد من الأشخاص لفيجر. فبينظر إلى روك وبيقول له: هل أخبرته بالقواعد؟ فبيرد عليه وبيقول له: أجل، أخبرتهم جميعا، يمكنهم السرقة والهرب بقدر ما يريدون، هم محميون لكن لا يمكنهم لمس الفتيات، هم يعرفون لكنهم رجال، ليس كذلك؟ قد تجد بعض المشاغبين من وقت لآخر. فبينظر إليه روك بغضب وبيقول له: لا أريد هذا النوع من القذارة في جماعتي ليحظى بهم في جرى. فبينظر إليه وبيقول له: يا زعيم لا تكن هكذا، ابتهج قليلا رجاء، لا توجد أي جماعة بدون أعضاء، وفيجرا سبقنا بأشواط في الأعداد، ولكن ما هذا؟ انظر يا زعيم، إنه حشرتك المفضلة، لقد عاد. وبينظر إلى الزعيم وبنجد أنه شخص واقف أمام مجموعة ضخمة من الغوبلين. وبيبدأ الزعيم بتذكر بعض الأحداث اللي حصلت في الماضي وبيقول: هنالك مقولة تقول لا توجد ديون بدون عقوبات، تعلمت هذا في اليوم الذي أنقذت فيه فيت. وبيبدأ روك بتذكر أحداث الماضي وبيقول: فيت لم يكن يشبهني إطلاقا، لكننا كنا ما نزال إخوة، لقد فعلنا العديد من الأمور، لكن كل شيء له نهاية. ففي خلال البعثة السنوية إلى المستويات السفلية لتطهيرها من الهيفيلينغ والآفات الأخرى، فيت وأنا كنا في الضليعة بجانب فيجرا ورجاله، العفاريت توقعوا منا أن نموت من أجلهم، لكني عملت بجد لتدريب رجالي والحفاظ
على حياتهم. وبالفعل تولت المعارك معركة تلو أخرى، ولكننا ننتصر في النهاية إلى أن وصلنا إلى منطقة آمنة. حالما أنهينا بناء المعسكر قسمونا إلى فرق استكشاف، مجموعتي تم إرسالها إلى أبعد مكان، وأول إلى البحيرة القريبة، وفيجرا إلى الجانب الآخر من الكهف. وبما أني كنت ذاهبا إلى أكثر مكان خطورة، طلب فيد أن يذهب مع أولف بدلا عني، وبالفعل لبيت إليه طلبه. أردته أن يكون بأمان، لذا كنت سعيدا حينما طلب ذلك مني، ولكن سرعان ما بادرونا بهذا الأمر. لقد كنت محقا، مجموعة من الهيفلينج أوقعت بنا وكان يجب علينا شق طريق خروجنا. وبالفعل استطعنا النجاة بصعوبة إلى أن وصلنا إلى مجموعة أولف، ويا لها من صدمة. تم ذبح مجموعة أولف ولم يكن هنالك أي إشارة على فيه. أنا لم أهتم بمن يكون قد أخذه، أردت استعادة أخي فقط. بدأت بالبحث عليه بشراسة حتى وجدته ملقى على الأرض غارقا في دماء. وفي تلك الأثناء اكتشفت أننا قد وقعنا في فخهم، كانوا يفوقوننا عددا وكنا نقاتل اثنين ضد واحد، ولكن رجالي كانوا يعرفون كيف يقاتلون على عكس رجاله. وبالفعل استطعنا التصدي إلى هجماتهم الشرسة، هجمة تلو الأخرى، محاولين السيطرة على الوطن، ولكن يا لها من صدمة. لقد تمت خيانتي، تم طعني من الخلف، إنه أخي فيه. كم كنت غبيا وأعمى. وفي تلك الأثناء بدأت الاشتباكات تزداد قوة والمعركة تزداد شراسة بين الفريقين، ولكن يصدم الجميع عند رؤيتهم تلك الخيانة القذرة التي قام بها فيت معي. حتى وضع سكينه على عنقي وصرخ فيهم فليتوقفوا عن القتال إذا كانوا يقدرون حياتي. وحينما سألته عن سبب خيانته أجاب لي ساخرا: آسف يا أرب، كوني صديقك لن يجعلني أحظى بالحياة التي أريدها. قدم فيرجا لي عرضا أفضل منك. فبنشوف أركو ينظر إلي وبيقول له: ما هذا، ألسنا إخوة؟ فبينظر إلي فيد بسخرية وبيقول له: إخوة، هل هذا ما تعتقده حقا؟ كل شيء سهل للغاية بالنسبة لك، فتيات، أصدقاء، سلطة، كل ما كان بإمكاني فعله هو العيش كظلك فقط. لكن حينها أدركت أني أملك شيء سمين، شيء يريده الجميع لكن يملكه القليل، هي ثقتك، لذلك استخدمتها للحصول على ما أريد. لا تقلق، سوف أتأكد من إخبار أختك كيف مت لإنقاذ الباس الاستكشافية من هجوم الهيفلين. وبيقرب منه فيتو بيقول له: أعتقد أنها سوف تواجه نفس المصير التي واجهته أمه. ألا تجد أن الزمان يتكرر كل فينة وأخرى؟ وفجأة بيستمرق من سماع هذه الكلمات وبيبدأ بالضحك الشديد بشكل هستيري أمام الجميع. وفجأة بينظر إلي فيرجا وبيقول: فقط الغبي الميت يضحك أمام خصمه، توقف عن العبث وانهيه الآن. فبيبدأ فيت بالضحك وبيقول له: أعتقد أنك ترغب بالقيام بالضربة الأخيرة بنفسك يا سيدي. فبينظر إلي فيرجا وبيقول: محارب يموت على يدي صديقه الخائن، تبدو هذه القصيدة ملحمية أكثر، ألا توافقني على ذلك؟ فبيبدأ فيت بالتقدم نحو صديقه بيقول: حسنا، وداعا يا راك، لا تقلق، سوف أكون صديق جيد وأقدر الأشياء التي ستتركها خلفك. ولكن في أقل من لحظة بيمسك راك سلاحه الخاص ويقوم بقطع يدي في لمح البصر دون حتى أن يدركوا ما الذي قد حدث. وبيقف أمام فيت وقد امتلأت عينيه بالغضب مما حدث، وبينظر إليه وبيقول له: سوف أتعامل معك لاحقا. وبيتوجه راك إلى رجال فيرجا ويبدأ بقتل الواحد تلو الآخر في شراسة مقاطعة النظير. وبالفعل استطاع إبادة الكثير منه، ولكن برحيل فيرجا وهروبه من أرض المعركة تفرق رجاله مثل حبيبات الرمل. وتلو انتهاء المعركة بنشوف راك وهو يحمل فيت بين ذراعيه، وفيت يتوسل للنجاة بحياته، ولكن راك يلقي به أمام أعشاش الوحوش وبيقول له: وداعا يا فيت، قم بعمل أفضل في حياتك القادمة. وبالفعل فعل ليتركه راك حتى تأكله الوحوش قطعة قطعة، ويبدأ فيت في الصراخ عاليا ويطلب الرحمة حتى في موته. ولكن فيت لم يكرر هذا الخطأ مرة أخرى وبيقول: الرحمة شيء مكلف، هذا ما علمه فيت لي، أنا لم أقم بذلك الخطأ مجددا. وبنرجع مرة أخرى من ذكريات راك، وبينظر إليه صديقه الذي بجواره وبيقوله: يا زعيم، هل يجب علينا القيام بشيء ما؟ لا يمكننا ترك قمامة فيرجا تقوم بها في
في منطقتنا، فبيرد على روكو بيقول له اتركوا، بعض الاشخاص يجب عليهم التعلم بالطريقة الصعبة. وبنكتشف ان هذا الشخص الواقف امامهم هو جيرم بنفسه، وبنشوف الشخص الواقف امامه هو يصرخ فيه بيقول له من تظن نفسك بحق الجحيم ايتها الحشرة، ولكن جيرم ينظر اليه دون حتى ان يتكلم. وفجأة بيتدخل احد اتباعه بيقول له حسنا يا فارج اعتقد انه جيرم، فبيرد على فورمو بيقول له حسنا انت تعرف شقيق جورزا ذلك الذي رفض العمل لفيرجا. وفجأة بيتعصب جدا جيرم سمع هذه الكلمات، فبينظر اليه وبيقول له انظروا الى ذلك لقد اغضبناه حقا، لقد سمعت ان النفق قد انهار عليه، ربما هو مجرد احمق الان، اعتقد انه علي الصراخ لكي يسمعني في رأسه السميك ذاك. وبيقرب منه وبيصرخ فيه وبيقول له ايها الاحمق ابتعد عن طريق الان. فبيرد عليه جيرم وبيقول له واذا لم افعل، فبيرد عليه وبيقول له سوف نقوم بتقطيعك بعدها ننتهي منك. ويا لها من صدمة مفاجأة شديدة، في اقل من لحظة بيستل جيرم سكينه الخاص ويقوم بنحر عنقه امام صدمة وذهول الجميع، وبينظر اليه وبيقول له كاشف عنقك لعدوك هي فكرة سيئة، تذكر ذلك في حياتك القادمة. وبالفعل يسقط سريعا على الارض غارقا في دمائه. وفجأة بيصعق اتباعه من رؤية هذا المنظر وبيقول انت قتلته، لقد قتلت فار. فبينظر اليهم جيرم نظرت حادة جدا وبيقول لهم لقد فعلت ذلك، فبيرد عليه وبيقول له انت لا تعلم ما فعلته. فبينظر اليهم جيرم وبيقول بلى انا اعلم، اعلم تحديدا ما قمت به، تدخلت في عمل فيرجا وقتلت احد رجاله، لذا الان انا مستهدف، لكن اخبروني بشيء واحد يا قمامة، الم اكن مستهدفا بالفعل؟ ألسنا جميعا مستهدفون؟ ألسنا جميعا ضحايا شرككم وتحرشكم، ضحايا حروبكم، على الرغم من أننا جميعا سواسية من نفس الجنس، وأننا جميعا عبيد في نظرهم، وكل ذلك بسبب الجبناء من أمثالكم، نحن نعاني إلى هذه اللحظة، يوم تلو الآخر، أسبوع تلو الآخر ونحن نعاني، أصدقاؤنا وعائلاتنا يعانون يوما تلو الآخر، نحن نعيش حياة بمعاناة لا نهاية لها، لكن أنا أقول هذا يكفي، اكتفينا لهذا الحد، من معي؟ من مستعد للوقوف والتوقف عن كونه مستهدفا؟ من مستعد ليعيش؟ وبالفعل بدأت مجموعة كبيرة من الغوبلين تجتمع حول جير، وفجأة بيصرخ فيهم شيخ عجز بيقول أجل لقد اكتفينا إنه محق. وبالفعل بدأت تتعاون مجموعات كبيرة منهم مع جير، وبدأوا بالصراخ فيهم وإلقاء الحجارة عليهم، بيقول أحدهم اخرجوا من هنا أيها الأوغاد، ضايقوا أشخاصا آخرين، تعفنوا في أعماق الجحيم. وفجأة بيبدأ أحد أتباع روج بالصراخ فيهم وبيشير بسلاحه وبيصرخ فيهم وبيقول هذا يكفي، هل تعتقدون أنه بسبب قتل ذلك الضعيف لفار أنه يمكنكم قتلنا أيضا؟ نحن الرجال فيرجا لا أحد يعادينا ويمكنه العيش بعد ذلك، أعصونا وسوف يأتي لتنظيف العديد منكم، إذا كان أحدكم شجاعا فليتقدم الآن هنا ويريني نفسه ولنرى ما لديه. وبالفعل تبدأ هذه التهديدات تؤثر في بعض الموجودين، حتى أن أحدهم بدأ بإلقاء الحجارة من يديه، وبيبدأ هذا الشخص بالضحك الشديد وبيقول أجل هذا ما اعتقدته، تتحدثون كثيرا لكنكم جميعا حفنا من الجبناء، الآن ارحلوا من هنا بينما نهتم بالعمل. لكن بيشوف جيرم وهو بدأ يستشيط غضبا، وباللحظة أن جميع الحاضرين بدأوا بترك جيم والتراجع، ولكن تعلو أعينهم نظرات الحسرة. وبنشوف راكو وهو يخبر صديقه بيقول لا يمكنك تحويل الفئران إلى هيفلينجر، فبيرد عليه وبيقول له حسنا يظنون أن بضع كلمات جميلة ستغير العالم، علينا مساعدته؟ فبينظر إلى روكو بيقول له اتركه حتى يزداد ذكاء أو يموت أيا كان ما يحدث أولا. فبيبدأ صديقه بالضحك وبيقول دع أمره له، بعدها سنتدخل لإنقاذ الموقف، تفكير صائب يا زعيم. وبنشوف هذا التابع وهو يضحك بخبث وبيقول الآن فرصتكم الأخيرة للتوسل يا ضعاف، إن فعلتم سأجعل كل شيء سريعا. فبنشوف جيرم وهو مستشاط غضبا جراء هذا الكلام وبيقول وما الخطب في كوننا ضعافا؟ وفجأة بيبدأ في الصراخ فيه بيقول هل يعني هذا وجوب خضوعنا لك وتركك تزلنا، أو واجب تركك تتغذى علينا، تعتدي على أحبائنا وتجعل حياتنا كابوسا؟ وبالفعل بنلاحظ أنه كلمات جيرم بدأت تثير اهتمام الحاضرين مرة أخرى، وبيكمل جيرم وبيقول لا أرفض العيش هكذا، حين كدت أموت مر شريط حياتي خاطفا أمام عيني، أو تعرف ماذا رأيت؟ وبدأ جيرم بالتلفت باتجاه الحاضرين، وبدأ الحاضرين بالفعل بالالتفاف عليه مرة أخرى. فبينظر إليه هذا التابع بيقول له ماذا، من الذي رأيته؟ فبينظر إليه جيرم وبيقول له لا شيء، لم أرى شيئا، رأيت حياة لا تستحق بسقة على الأرض،
حياة كنت أقدح فيها وأعمل يوميا مقابل لا شيء. حياتنا كعبيد ليست حياة على الإطلاق، إنها جحيم، جحيم لا ينتهي حتى نفنى. وقد أدركت أمرا مهما جدا، بما أنني في الجحيم فعلا فلم لا أقاتل؟ ألدي ما أخسره؟ ألدى أي منا شيئا ليخسره؟ فجأة بيبدأ في الصراخ عليه وبيقول: أنحن ضعاف؟ نعم جبناء في بعض الأحيان، هذا صحيح، ولكن معا إن قاتلنا يمكننا تحقيق المستحيل. لذا أيها الإخوة والأخوات، أطلب إعارتي قوتكم وسأعيركم قوتي، سأكون سيفكم ودرعكم، معا يمكننا استعادة كرامتنا. وبالفعل باللحظة جميع الموجودين وهم يتفاعلون بقوة متحمسين مع كلمة جير، وفجأة بيصح في أحد الحاضرين وبيقول له: فلتنتبه يا جيرم خلفك. وبالفعل بينظر جين خلفه وبيلاحظ أن هذا التابع الوضيع يهجم عليه بسكين غادرة، ولكن بسرعة يستطيع جيرم تفاديه، وفي أقل من لحظة بيخرج جيرم السكين الخاص به ويبدأ في قتاله. وبالفعل يستطيع جيرم السيطرة على الوضع، وفي أقل من لحظة وأمام ذهول جميع الحاضرين يطعن جيرم سكينه في صدر هذا الشخص الواقع ويسقطه قتيلا على الأرض. ثم ينظر جيرم إليهم بيقول: سقط واحد، أين الآخر؟ وبيبتسم جيرم عند رؤيتهم وهم يدقون هذا الشخص أسفل أقدامهم، وبيصرخ فيهم وبيقول: أترون يا إخوتي فيرا نكرة، هو ورجاله قلة ونحن كسرة، اتبعوني وأقسم بحياتي ألا يهددنا مرة أخرى. وفجأة بيبدأ أحد الأشخاص بالتسقيف إلى جيرم، وبينظر إليه جيرم وبنجد أنه روب، وبيقول: جيرم أود أن أحدثك. وبيمر الوقت وبينتقل بين المشهد إلى روزا وهي تركض لملاقات أخيها جير، وتدخل عليه وتبدأ في الصراخ فيه وبتقول له: ما الذي فعلته؟ فبينظر إليها جيرم باستغراب بيقول لها: ما الذي تقصدينه؟ فبتصرخ فيه بتقول له: لا تتغاب علي، الجميع يتحدث عن ذلك، لما قضيت علينا بقتلك رجال فيرخة؟ فبينظر إليها جيرم وبيقول لها: حسنا هذا كان ضروريا. فبتصرخ فيه أخته مستغربة وبتقول له: لماذا؟ لما كان ضروريا قتلهم؟ فبيقول لها جيرم: لتكوين صداقات. فتستغرب جدا أخته من هذه الكلمات وبتقول له: ماذا تكوين صداقات؟ من يقتل الناس لتكوين صداقات؟ فبيشير إليها جيرم وبيقول لها: حسنا فلتجلسي ولتستمعي إلي بهدوء، سنحتاج لحلفاء لنبقى على قيد الحياة، وفي هذا الجزء من المناجم هنالك اثنان فقط من القوى الحاكمة، راك وفيرجا. حسنا، راك قوي، لكن فيرجا يحصل بدعم المشرفين ومساعديه، لذا منصبه أفضل. في الواقع إن كان هنالك غول يريد النفوذ والسلطة، فمن الواضح أنه سينضم إلى فيرجا، ولكن ولأن فيرجا لديه العديد من الرجال، فإن المنافسة الداخلية على السلطة شرسة للغاية. كأفضل تقدير سينتهي الأمر بموت قزم آخر لأجله، لكن روك مختلف، منصب روك أضعف، وكنت أعرف أن روك سيقبلني كحليف طالما أحضر له شيئا، لذلك أريته العرض الذي يحتاج رؤيته، وبمجرد امتلاكي شيئا لأقدمه جاء إلي. بالطبع لم يسر كل شيء كما هو مخطط له، وبيتذكر جير ما حدث بينه وبين راك، وفي تلك الأثناء وهم يريدون قتل هذا الفرد الأخير بدأ في التوسل على حياته، ولكن قبل أن يهم تابع راك بقتله تدخل جير وأوقف هذا الأمر. فنظر إليه راك بحزم وبيقول له: ماذا بحق الجحيم تظن نفسك فاعلا يا جير؟ فنظر إليه جير وبيقول له: أعتقد أننا يجب أن ندعه يرحل. فبيتعصب جدا راك عليه وبيقول له: هل هذه مصحة؟ إذا أظهرنا له الرحمة فسيعود إلى هنا غدا وسيكون إما رأسك أو رأس أخته. فبيرد عليه جيرم وبيقول له: اسمع، سواء قتلناه أم لا أنا قد أهنت فيرجا بما يكفي ليقضي علي، لكن إظهار اللطف لضحية من ضحايا هذه الحياة اللعينة لا يمكن أن يكون خطأ، كلنا نسقط في نهاية المطاف إلى أدنى نقطة لدينا ونجد أنفسنا يائسين لنصبح أقوى بأي وسيلة، حتى أن البعض منا يلجأ لفعل أشياء فظيعة بسبب اليأس. أعتقد أن كل غول يجب إعطاؤه فرصة واحدة على الأقل لاسترداد نفسه، حتى لو غرقنا في الظلام لا يزال بإمكاننا أن نعود عائمين على السطح. وفجأة بيقرب منه جيرمو بيقول له: هل لا يزال بإمكانك أن تعوم يا أخي؟ فبينظر إليه هذا التابع ويبدأ بالنظر إلى جسمان التابع الذي كان معه وملقى على الأرض، وبيبدأ في الصراخ بيقول: حسن إن يمكننا العوم. فبينظر جيرم إلى روك وبيقول: أعلم أن هذا ليس سهلا عليك، ولكن علينا أن نظهر أننا مختلفين عن فيرجا، وهل هنالك أي رسالة نرسلها أفضل من الرحمة؟ فبنشوف روك هو مصدوم جدا من سماع هذه الكلمات، وفجأة بيبدأ تابع روك بالضحك الشديد وبيقول: أنت تلعب لعبة خطيرة يا فتى، يعجبني ذلك. فبينظر
إليه جرمه بيقول له حسنا شكرا لك، فبيتقرب منه وبيقول له حسنا أنا أدعى حميب غال، لكن يمكنك مناداتي بهيم، هذا ما يدعونني به الأشخاص الشجعان، ولديك شجاعة كبيرة من البرونز يا فتى. فبيرد على جرمه بيقول له حسنا شكرا يا هيم، وبينظر إلى روغ وبيقول له من فضلك يا روغ هل يمكنك تركه يذهب؟ فبيتدخل هيم وبينظر إلى روغ وبيقول له أرى أن ننصت للفتى يا زعيم، لديه شجاعة كافية. وبالفعل يتنازل روغ عن هذا القرار وبيأمر بتركه وشأنه. وبنشوف هذا التابع وهو يلوذ بالفرار من هذا المكان، ولكن قبل مغادرة ينظر إلى جيرم ويشكره على هذا الموقف النبيل منه، ثم يتركه ويذهب. وبينظر جيرم إلى روغ وبيقول له انظر هنالك أمل حتى الآن. فبيقول له روغ أنت مجنون يا فتى. وفجأة بيقضحهم أحد الغيلان وبيقول هل انتهيتما من مسرحيتكم الصغيرة؟ فبينظر إلى جميع الحاضرين بدهشة وبيعرف أنه أحد المشرفين، وبيبدأ روغ بالاعتذار منه. وفجأة بيتدخل جيرم ويبدأ بالسلام عليه. وبنشوف هذا المشرف هو سعيد جدا ويبدأ بالسلام على جيرم وبيقول له مرحبا يا جيرم كيف حال غورزة؟ فبيرد عليه وبيقول له إنها بخير سأخبرها بأنك سألت عنها. حسنا لقد انتهينا بالفعل من هذا الاجتماع البسيط. وبنشوف هذا المشرف وهو بدأ في الصراخ على جميع الحاضرين وبيقول حسنا أيها الكسالى انتهى العرض، عودوا إلى العمل، تخلفوا عن عملكم مرة أخرى وستذوقون طعم الصوت. وفجأة بيتقرب رغم من جيرمو بيقول له أليس غاضبا؟ فبيرد على جيرمو بيقول له حسنا إنه صديق للعائلة لكنه سيكون كذلك إذا بقينا هنا لفترة طويلة، هل لديك مكان يمكننا التحدث فيه؟ وبالفعل يذهبون إلى مكان وبدأوا بمناقشة جميع الأوضاع الموجودة. وبيقول جيرم في النهاية رأى روغ الطريقة التي كانت تهب بها الرياح وقرر أنه يريد أن يكون معي بدلا من ضدي، سوف يقوم بحمايتي من فيرجا ودعمي في إنشاء فصيلتي. وبيرجع بنا المشهد مرة أخرى إلى جيرم هو أخته، وبتنظر إليه أخته وبيقول له وما الذي سوف يحصل عليه؟ فبيرد عليها جيرم وبيقول لها وافقت على أن أصبح تابعا له وأن أدير المنطقة العازلة بين إقليمي وإقليم فيرجا. فبتنظر إليه وهي مستاء بتقول له إذا أنت زعيم العصابة الجديد، حسنا هذا ما أردته أليس كذلك يا غيرم؟ لا أيا كان أن. فبينظر إليها جيرم وبيقول لها إنه كذلك، لا أستطيع حماية من أحبهم بدون السلطة، وأنا لست قويا بما فيه الكفاية للقيام بذلك بمفردي، أحتاج إلى الآخرين لدعم وبما فيهم أنت يا غورسة. فبتنظر إليه أخته بغضب شديد وبتقول له هل لا يزال جزءا منك بالأصل أخي؟ فبيستغرب جدا جيرم من هذا الكلام وبيقول إنه كذلك وهو يحبك كثيرا بشكل مزعج جدا. فبتقرب منه غورسة بشدة وبتقول له ما هو اسمك؟ اسمك الحقيقي؟ فبيتوتر جيرمو وبيقول لها هل ما زلنا نفعل هذا؟ إذا تحدثت باسم الحقيقي وأنا شيطان سأضطر للفرار لتجنب قوله، وإلا سأكون مقيدا بك خادم لك. فبتبدأ غورسة بالضحك وبتقول له حسنا قله قبل أن أحضر كاهنا لك. وهنا بيستسلم جيرمو وبيقول لها حسنا حسنا كان اسمه ليوناردو إيرلان فاندوريست لكن الناس نادوه ليف. فبتقف غورسة أمامه وبتقول له حسنا يا ليف اضرب نفسك الآن. وبالفعل ينظر جيرم إلى يده وفجأة بيقول لها لا لن يحدث هذا. فهنا بتتأكد غورسة بأنه ليس روح شيطانية وبتبدأ بالضحك وبتقول جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لي. وبينتقل بين المشهد إلى هذا التابع وهو في طريق للعودة وبيبدأ بتذكر ما قاله له جير، ويبدأ باسترجاع ذكريات الماضي الخاصة به وهو كان سعيد مع عائلته حتى ذلك اليوم الذي جاءت فيه هذه العصابة لتسرق زوجته، ولكنه لإنقاذهم لقد انضم إليه وأقسم بالولاء على الرغم من أنه لم يكن يريد ذلك. ثم شيئا فشيئا تولت الأحداث يوما بعد يوم، بدأ ينغمس في شهواته تاركا خلفه أسرته وأولاده يغرقون في الظلام، حتى هذا اليوم لم يكن يدرك أنه قد دمر حياته بيديه، لم يكن يعلم ذلك حتى هذا اليوم الذي لقي فيه جيرم. وبدأ يقول ما الذي كنت أفعله في حياتي؟ وبدأ بتذكر زوجته وأولاده بيقول أستطيع إصلاحها يا هيلغا، سوف ترين ذلك، سنبتعد من هنا ونبدأ حياة جديدة، أعدك بذلك. حسنا سوف أسبح. وبالفعل يكمل الركض باتجاه وبينتقل بين المشهد إلى جيرم وأخته وهم يتجولون في أحد المتاجر بداخل هذه الكهوف. وبنشوف غورسة وهي بتصرخ عليه وبتقول له لم أنتهي بعد. فبيرد على جيرم بيقول لها كنت ستبقي الصباح بطوله، أنا أسرع العملية فقط. حسنا أحتاج إلى توفير المال لأن شخصا ما يستمر في الاحتفاظ بكل الميرتس لنفسه. فبينظر إليها جيرم باستياء وبيقول أنا أجمعها لشراء باب خشبي لكهفنا. فبتنظر إليه غورسة باستياء وبتقول له وأنا أستمر في إخبارك بأننا لا نحتاج إلى واحد، نحن نعيش بجانب بيت الحراسة، من سوف يزعجنا؟ أيضا ألا تحصل على جزية؟ ألست تسرق من العمال مثل أي شخص آخر؟ فبيغضب جدا
دنجر من هذه الكلمات وبيقول لها لا تسر الأمور هكذا، لم يسمح لي روك بالسيطرة على هذا القسم لأنه مزدهر، بل سمح لي بالحصول عليه لأنه بالكاد يحصل على شيء من، إذا كان هنالك أي شيء فقد وفرت له المال بإزالته من يدي. فبتنظر إلي أخت باستياء وبتقول له إذن لماذا أخذتها إن كانت صفقة سيئة؟ فبيبتسم ليها جرم وبيقول لها من أصول متواضعة تنمو الأشياء العظيمة، فقط انتظري وشاهدي. وفجأة بيقطع حديثهم شخص ما هو بينده عليه وبيقول له يا سيد جيرم، فبيشير إلي جرم وبيقول حسنا يا غرزة هذا ملازم جديد فولكر، ما الخطب يا فولكر؟ فبيبدأ فولكر بالحديث وهو مجهد جدا وبيقول السيد جيرم لقد تلقى روك خبرا للتو، لقد أعلنوا للتو عن رحلة استكشافية جديدة إلى المستويات الدنيا، هذا في خلال أسبوعين فقط. وبنشوف جيرم وغرزة هم مصدومين من سماع هذا الأمر، وبينتقل بين المشهد وبنشوف جيرم هو يدرب أتباعه، وبينظر إليه فولكر وبيقول له إنهم مستعدون للتفتيش يا سيدي. فبيتقدم جيرم وبيقول له شكرا لك يا فولكر لنرى كيف سيبلون. وفجأة بينظر جيرم إلى أحدهم وهو يمزح أثناء وقوفه، فبيقترب منه بسرعة وبيركل وبيسقط على الأرض وبيصرخ فيهم وبيقول هذه الأسلحة وليست عصا للمشي، عندما تكون في حالة انتباه يجب أن تكون عينيك إلى الأمام وفمك مغلق، أتفهم ذلك؟ فبينظر جيرم إلى فولكر وبيقول له اجعلهم يقومون بأربعين تمرين ضغط، قم بتعيين شخص ما لمراقبتهم، واجعل بقية المجندين يبدأون بمعارك تدريبية. وبالفعل يبدأوا بتنفيذ أوامر جير، وبينظر إليهم جير وبيقول حاولت تعليمهم تكتيكات المعركة الأساسية وهم يفهمون الفكرة، ولكن في النهاية لا يزالون مجرد مجموعة من عمال المناجم، لا عجب أن العفاريت تغلبت عليهم بهذه السهولة، قائد الحملة قد أصيب وأكسبنا بعض الوقت الإضافي ولكن لا يزال غير كافي. وفجأة بيقاطعه فولكر وبيقول له حسنا يا سيدي أنا لم أقاتل من قبل ولكني رأيت بعض الحراس يقاتلون، ألن يكون أفضل إذا كان لدينا أسلحة بعيدة المدى؟ فبينظر إليه جيرم وبيقول له سيكون الأمر كذلك، لكن من الصعب الحصول على الخشب المناسب للأقواس، الطبقة العليا البخيلة والعفاريت الملعونة يحتكرونها. وفجأة بيتوتر فولكر من هذا الكلام وبيقول له يا سيدي أرجوك لا تقل هذا بصوت عالي. فبيرد عليه جيرم وبيقول له أنا لست غبيا يا فولكر، أنا فقط يائس، سأدفع أي شيء للحصول على بندقية نفط. فبيستغرب فولكر وبيقول له لماذا لا نستخدم القاذفات والرماح؟ فبيرد عليه جيرم وبيقول له معظم الصخور ضعيفة جدا بحيث لا يمكن ضبطها من خلال الهيكل الخارجي للهيفلي، ولا يمكن للغيلان حمل العديد من الرماح، على الرغم من ذلك أعتقد أنه إذا أبدعنا قليلا يمكننا تجربة زجاجات الطين في القاذفات، أليس كذلك؟ فبيستغرب فولكر وبيقول له زجاجات الطين ماذا يمكن أن يفعله؟ فبيرد عليه وبيقول له سوف تتفاجأ، يمكنك ملأها بجميع أنواع المفاجآت القذرة، سواء إن كان سم للشلل أو مسحوق السوم أو سميها ما شئت، يمكنك حتى ملأها بالزيت وإشعال النار في أعدائك. للأسف كل هذا يكلف المال، لقد أنفقت كل ما حصلنا عليه على لوحات الصدر الخشبية والخزات للرجال. فبينظر إليه فولكر وبيبتسم بيقول الرجال يقدرون ذلك يا سيدي. فبينظر إليهم جيرم وهو مستاء جدا وبيقول حسنا أنا أرى ذلك، لو كان لدينا بعض الطلقات المعدنية للقاذفات هذا من شأنه أن يفعل العجائب بالنسبة لنا. فبينظر إليه فولكر وبيقول له هل ستنجح طلقات الرصاص التي تقول عنها هذه يا سيدي؟ فبيرد عليه جيرم وبيقول له بالتأكيد طلقة جيدة، يمكن أن تخترق خوزة برونزية، ولكن بينما يمكننا شراء خام الرصاص ليس لدينا أي شخص يستطيع إلقاءه. فبيرد عليه فولكر وبيقول له حسنا في الواقع سيدي أعتقد أنني أعرف شخصا يمكنه ذلك. فبيتفاجأ جدا جيرم وبيقول له ماذا؟ فبيرد عليه فولكر وبيقول له إنه منفي، أنقذه أبي منذ زمن بعيد، يمكنني طلب المساعدة منه لكنه لن يفعل ذلك مجانا، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بالتأكيد هو أنه لن يكلف الكثير. فبيسعد جدا جيرم من سماع هذه الأخبار وبيقول أستطيع التعامل مع هذا، دعنا نذهب لرؤيته. فبيتوتر جدا فولكر وبيقول له حسنا بخصوص هذا سيدي إنه يرفض إخبار أي شخص عن هويته باستثناء عائلتي وعدد قليل من الآخرين، إذا أخذتك إليه سأواجه الكثير من المتاعب. فبيستغرب جيرم وبيقول له حسنا هذا النوع من الحالات أليس كذلك؟ أفترض أنه فخور جدا للسماح للآخرين برؤية مدى سقوطه الآن. فبيعتذر فولكر من جيرم بسبب هذا الأمر. فبينظر إلى جيرم وبيقول له لا تهتم فولكر، اذهب واعقد الصفقة لنا، قذائف الرصاص ستغير قواعد اللعبة بالكامل. وبالفعل بيتحمس فولكر لهذا الأمر وبيذهب لتنفيذ أوامر جيرم. وفجأة بيأتي الاثنين الذين كانوا يعاقبان وبيقول الجيرم لقد انتهينا من تمارين الضغط يا سيد جيرم. فبينظر إليهم جيرم باستياء وبيقول جيد، لدي مهمة لكما أنتما الاثنين خاصة، هل تعرفان مكان الحفر الحمضية في الكهوف المحرمة؟ وحرفيا بترتسم علامات الرعب على وجوههم وبيقولوا أجل. فبيبت
يبتسم جدا جيرمو بيقول لهم: حسنا، احضروا القليل من الاشخاص وبعض الحبال، انتم يا اولاد ستذهبون في رحلة قصيرة.